السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض شابتر نمبر 10 في مادة الاناتومي. معكم الدكتورة خلود يوسف. هنكمل مع بعض، هناخد في البلاس سيركوليشن. وايه هو البلاس سيركوليشن؟ مهم جدا. هنعمل ريفيو على الهارت كله، على القلب، ونتعلم نرسمه مع بعض. وهنشوف الهارت بوردرز اللي هي الحدود بتاعت الهارت، وهنشوف البلود فيزلز بس برضو بطريقة سريعة لان كل ده احنا خواتينه في شابتر نمبر 9. وهنتكلم على types of circulation، وده الجزء الاساسي بتاع الشابترز. types of circulation، انواع الدورات الدموية اللي موجودة في الجسم، وايه هي الدورة الدموية، what is the circuits، وregulation of circulation، ايه هو اللي بينظم الدورة الدموية اللي بتحصل جوه الجسم. تمام، هنبدأ مع بعض بأول جزء اللي هو الهارت. تمام، طبعا احنا خدنا الهارت وهي مجرد ريفيو، حاجة سريعة جدا. اول حاجة انا عايز اعرف حاجة جديدة في الجزء بتاع الهارت، ان انا عندي four borders، عندي اربع حدود. يعني ايه اربع حدود؟ انا عندي right borders. تمام، right borders هنا جزء يمين، وعندي left borders ده الاساسي، يبقى right وعندي left سهلين. طيب عندي بعد كده inferior وعندي superior. inferior جزء superior وinferior، عندي جزء superior علوي وعندي جزء inferior سفلي. تمام، يبقى انا عندي right border وعندي left border، عندي inferior وعندي superior. طيب right border ده عبارة عن ايه، او وصفه ايه، الكاركترز بتاعته؟ اول حاجة slightly convex. يعني ايه convex؟ لان هو واخد شكل ده كده زي ما انا بقولك العدسة convex. تمام، فهو عامل كده. طيب formed by the right atrium. right atrium يعني ايه right atrium؟ زي ما احنا خدنا right atrium يعني اللي هو الاذين الايمن. طيب extend between the SVC and the IVC. تمام، وعندي الانفيريور بوردر اللي هو الاوبليك، بلاقي ان هو اوبليك. يعني ايه اوبليك؟ يعني بلاقي ان هو مايل. formed mainly by right ventricle and slightly by left ventricle. تمام، يبقى الاساسي بتاعه اللي هما البطنين سواء الايمن او الايسر. تمام، بس هو الاكتر بيكون الرايت فنتركل. طيب الليفت بوردر قال لك فورم مينلي باي ليفت فنتركل، اساسي الاساسي بتاعه اللي هو الليفت فنتركل اللي هو البطين الايسر، اند سلايتلي باي ذا ليفت اوريكل. تمام، ليفت اوريكل. طيب سوبيريور بوردر فورم باي ذا رايت اند ليفت اتريا اند اوريكلز ان ان انتيريور فيو. يبقى نعرف بس كل جزء فيهم الحد بتاعه بيكون من ايه. يبقى الرايت هلاقيه بيكون من الرايت اتريوم، بياخد الاذين الايمن. تمام، والانفيريور بوردر هلاقيه ان هو بيبقى الرايت فنتركل ومائل ناحيه الليفت فنتركل، بس هو المين عندي ان هو اللي هو الرايت فنتركل. تمام، طيب الليفت بوردر هلاقيه الاساسي بتاعه الليفت فنتريكل اللي هو البطين الايسر، بس مائل برضو عنده الليفت اوركل. تمام، والسوبيريور بوردر، السوبيريور بوردر هلاقيه بيكون من الليفت ورايت اتريا والاوركلز ان انتيريور فيو. هلاقيه اللي هو موجود في سواء رايت او ليفت الاذين الايمن والاذين الايسر. تمام، طبعا هنا احنا هنفوت بسرعه عشان الكلام ده احنا قايلينه في الشابتر اللي فات. ascending aorta and pulmonary pulmonary trunk. تمام، emerge from this border the SVC enters the right sides posterior to aorta and pulmonary trunk and anterior to the SVC. this border forms the inferior boundary of the transverse pericardial sinus. تمام، كل الكلام ده احنا واخدينه في الشابتر اللي فات. طيب
بعد كده بقول الريفيو بتاعتي. الريفيو بيراجع على الشكل التشريحي بتاع الهورت، قلت ان انا بيتكون عندي ليفت وعندي رايت وعندي الـ طبعا الارتريز الاورطة اللي موجودة فيها، وعندي المولموناري ارتري، وعندي السوبيريور فينا كافا اللي انا عمالة اقوله في الصفحة اللي فاتت ده اللي هو الاس في سي. وطبعا اختصار بقى ان احنا مش هنقعد نقول كل مرة سوبيريور فينا كافا، سوبيريور فينا كافا ده اختصار اس في سي، وبرضه الانفيريور فينا كافا اللي انا بقول في الصفحات اللي فاتت اللي هو الاي في سي، الاي في سي اللي هو الانفيريور فينا كافا والسوبيريور فينا كافا، خلاص بقوا معروفين. اكبر ابريدة موجودة في الجسم. ده الشكل التشريحي طبعا بتاع الهارت، كانت الصورة واضحة وجبتها لكم. عندي بعد كده البلاد فيسلز، كل الشرايين اللي قدامك ديت المال بتاعتي انا شرحتها في الارترس. طيب ليه بنعيدها تاني؟ بنعيدها تاني لان في اجزاء جديدة وفي حاجات مهمة نضفت. عندي 3 main categories of blood vessels، برضو احنا خدنا المين كاتيجوريز بتاعت البلاد فيسلز الاوعية الدموية دي كلها ريفيجن على شابتر نمبر 9، لازم نكون مذاكرين الشابتر اللي فات علشان هو مهم فباكد عليه. عندي الارترز، عندي الكابيلاريز، عندي الفينز. الارترز قرط الشرايين، والفينز اللي هي الاورده، وعندي الكابيلاريز الايه اللي هي بتربط ما بينهم. تمام كده. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ اللي بالازرق ده مهم، لازم اعرف ان الارتريس حاجه اسمها الافرنت فيزلز، وان الفينز هي الافرنت فيزلز، والكابيلاريز بيسموها اللينكر. يعني ايه الكلام ده؟ بص الرسومات بتسهل كل الكلام ده. يعني ايه؟ بص يا جماعه انا عندي هنا الهارت، تمام كده، اللي بيخرج من الهارت اي حاجة بتخرج من اورجان، بتخرج من تيشو ايا كان بقى جوه الجسم، بسميها افرنت. وبدل افرنت خارج يعني سريان الدم كده، ده اسمه ارتري. تمام. طيب امال ده ايه؟ اقول لكم ده ايه. اللي بالازرق ده سريان الدم بيكون كده رايح ناحية القلب، اللي رايح ناحية القلب او اللي رايح ناحية الاورجن بسميه الافرنت، يبقى فين وريد. طيب امال ايه بقى اللينكر؟ يعني ايه لينكر؟ اللينك يعني الربط اللي بيربط بين الافرنت اللي هو الارتري وبين الفين اللي هو الوريد اللي هو الافرنت. اللي بيربط ما بينهم هي عبارة عن شبكة بسميها اللينكر بتاعتي، بتكون الكابيلاري. طب ايه فايدتها؟ الكابيلاري ده اللي بيحصل فيه التبادل في الانسجة. تبادل ايه؟ قلت لكم تبادل الدم المحمل بالاكسجين اللي جاي من الارتري وبين الفين اللي هيكون اللي هيتحط فيه الويست برودكت والكربون دايكسايد الخارجة من التيشو. فهمنا؟ يبقى الرسمة دي بتلخص كل الكلام ده. يبقى اللي بيربط ما بين الاثنين لينكر يبقى كابيلاري، تمام، والافرنت اللي خارج هو الارتري، خارج بقى من الهارت، خارج من اورجان. ان الهارت برمس اللي هو الاورجان او الـ المكان اللي بيبدا من عنده السيركيوليشن بتاع البلد. فمثلا الاورجان خارج منه يبقى الارتري. طيب رايح ليه؟ يبقى الفين اللي هو الهارت، تمام، اللي هو الفين ده رايح ليه؟ الهارت. طيب عند الارتري لازم اعرف فيها كذا حاجة كده. ايه الحاجات الجديدة؟ الارتري لازم اعرف فيها origin، لازم اعرف فيها end، لازم اعرف فيها branches والcourse والrelations. يعني ايه الكلام ده؟
بص يا جماعة، انا بعيد تاني لان الجزء ده مهم فعلا وبيجي دايما في الامتحان. قلت لكم دايما اعتمدوا على الرسومات. انا عندي هنا الهارت. الهارت خارج منه زي ما انا برسم كده، يبقى ارتري، صح كده؟ صح. طب وبعدين انا قلت خارج، يبقى ده الاوريجين. دي اول نقطة لازم تعرفها في اي بلود فيزلز، الاوريجين بتاعها، المنشأ بتاعها. يبقى لازم اعمل لك السهم ده. شفت سريان الدم ماشي فين؟ ده الاوريجين، ده اسمه الاوريجين، خارج منه الدايركشنز بتاعتي. تمام، يبقى الاوريجين from the heart. ده الاوريجين بتاعي. طبعت كده تاني نقطة، الاند اهو خلاص. الاند بيروح فين؟ اورجن معين او تيشو معين. تمام، الاورجن او التيشو ده انا هعتبره اللي هو الاستومك، اللي هو المعدة، ده فرضا. يبقى الاند بتاعي رايح يغذي الاستومك، تمام كده. طيب طول ما هو ماشي خلاص انا عرفت الاورجن بتاعي وعرفت الاند بتاعي. طيب المسار ده، المسار ده، مش انا قلت طول ما الارتري ماشي بيدي تفرعات هو مش هيمشي كده يروح يغذي السمك على طول؟ لا، بيروح مد تفرعات. الفرع ده مثلا وليكن ايه، هيبدأ يغذي مثلا، هو عدى على ايه، خرج من القلب، عدى مثلا على الليفر، يطلع برانش غذي الليفر، حواليه شوية تيشو معين، نسيج معين، وهو ماشي لقى نسيج. النسيج ده مش هو محتاج اكسجين ومحتاج نيوترينس ومحتاج الكلام ده، بيه ده التفرع التاني هيبدأ يروح يغذي التيشو ده ويديله الحاجات اللي هو محتاجها، وهكذا لحد ما يوصل للاند بتاعه اللي هي النهايه بتاعته اللي هي الاستومك، اللي هو المين اورجن اللي رايح يغذيه. يبقى البرانشز، يبقى دي اسمها برانشز، اي حاجه خارجه على جانبي اللي هو الارتري الاساسي بسميه برانشز. انا خلصت البرانشز وخلصت الاند، فهمنا؟ طب ايه الارتري؟ زي ما احنا اتفقنا، عرفتكم اول حاجه الاوريجن، بعد كده الاند، تمام، البرانشز قرط التفرعات اللي هيبدا يديها للاورجنز اللي هتبقى في مساره. طب الكورسز، ايه هي الكورسز؟ الكورسز عباره عن الاتجاهات. يعني ايه الاتجاهات؟ يعني مثلا انا عندي هنا هرسم دوائر كده واقول لكم الدوائر دي عباره عن ايه. تمام، الدوائر دي عباره عن الريليشنز. ايه هي الريليشنز؟ الريليشنز هي الاماكن اللي حواليه. دي اماكن حوالين الارتري الاساسي، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ يبقى الريليشنز هي الاماكن اللي حوالين الارتري. ده مثلا رقم 1، ده رقم 2، ده رقم 3، ده رقم 4 5 6 وهكذا. يبقى دي كلها organs او تيشو حوالين الايه، الارتري نفسه. ده بسميه الريليشن، الحاجات اللي حوالين الارتري اللي هيبدا يديها تفرعات ويغذيها. تمام، الكبير ده الخارج من الهارت اسمه الاورتا، صح كده، اللي هو اكبر شريان. قلت هيبدا يدي تفرعات اللي هي البرانشز A و B و C وهكذا. تمام، قلت الاند ده. طب الكورس، الكورس مهم قوي، لازم ان انت تعرف ازاي. انا عندي اول حاجه الاورطه ده بيكون ascending خارج من الهارت. قلت ان انا عندي 3 اجزاء فيه، صح ولا لا؟ اول حاجه ascending، لازم احدد الاتجاه. يبقى ascending from the heart اسمه ascending، يبقى رقم 1 في الكورس ده. بقول ascending ده اساسي في اي artery، الكلام اللي انا هقوله ده اساسي في اي artery، بس اعرف الاوريجين بتاعه فين، بدايته فين. فبقول ascending
ascending from heart. تمام كده؟ upward كله من الرسم. يعني ايه الكلام اللي انت بتكتبيه ده؟ انا اهو اتجاه السهم اهو، ده الاوريجين بتاعي خارج، بس انا بوضح الكورس. الكورس الاتجاه خارج من الهارت، يبقى اول جزء فيه ascending from the heart، خارج من الهارت upward، طلع فين؟ لاعلى، صح كده؟ عشان يروح للجزء بتاع القرش upward. and at right side، at right side. هتقولي لا ده انا وانا بكتب على ايدي، على ايدي ايه؟ right، يبقى right side زي ما انت رسمه اكتبي at right side. تمام كده؟ طب وبعدين ايه اللي حصل؟ قال لك descending downward، صح ولا لا؟ الجزء الثاني بتاع الاورطه، الجزء الاخير اللي هو descending، نازل اهو اتجاه الدم، امشي مع اتجاه الدم. تاني جزء اسمه descending downward لأسفل، سهلة، امشي مع اتجاه الرسم downward at left side. طب ليه انت قلت left بقى؟ اقول لك انا قلت left ليه. شوفي اتجاه البرانشز بتاعتها ناحية الليفت، اتجاه البرانشز ناحية الليفت، يبقى descending downward at left side، يعني نازل عشان يغذي الجزء اللي في الناحية الشمال. تمام؟ طيب بعد كده قال لك امشي مع السهم. مشيت مع السهم، ايه اللي حصل؟ حصل dividing. الارتر الكبير ده بدأ يتقسم لجزئين اهو، جزء راح هنا وجزء بدأ يكمل زي ما هو الناحية دي، يبقى برضو اكتب dividing زي ما بترسمي اكتبي انتو ايه، اتفرع لتلاتة ولا اتفرع لاتنين ولا اتفرع لاكتر؟ لا اتفرع لاتنين، انتو تو. طب ودول بسميهم ايه؟ برانشت، اي حاجة بتطلع من الارتري تفرعات صغيرة بسميها برانشز. تمام؟ يبقى انتو تو برانشز، سهلة صح؟ طيب بعد كده قالك ان انا عندي واحد اسمه continuous، عندي terminal branch، في branch هيطلع 2A صح؟ branch terminal branch as A، اكتب terminal branch، عندي branch فيهم branch A. يعني ايه؟ يعني هو عمل تفرع وغزة المنطقة الA ديت وخلاص وانتهى صح؟ بقى end branch ما فيهوش تفرعات تانية، بس التاني التفرع التاني لا ده كمل. هقول يبقى انا عندي and other branch التفرع التاني حصل له ايه؟ continuous as b and continuation as C. ده اللي حصل ولا لا؟ يبقى انا عندي اول حاجة بدأت من اول الاورجن عشان اشوف الكورسز بتاعته. الكورسز بتاعته كانت ايه؟ قلت ان انا عندي from the heart. تمام؟ ايه اللي حصل from the heart؟ ascending from the heart upward، طلع من الهارت ناحية upward الاعلى، بعد كده حصل له descending لأسفل، نزل لأسفل الدم، نزل لأسفل، بتكلم طبعا عن الدم، at left side عشان كل البرانشز بتاعتها كانت left side. طب ايه اللي حصل؟ جاء عند نقطة معينة، point معينة، بدأ يحصل له division، ينقسم. طب dividing، يا ترى لما حصل له dividing اتفرع لكذا فرع ولا اتفرع لفرعين بس؟ لا اتفرع لفرعين بس، يبقى dividing into two branches. طيب terminal branch، في branch منهم ادى نقطة واحدة بس او غزة جزء او اورجن او تيشو معين بس اللي هو A. طيب والبرانش التاني عمل تيشو معين واحد ولا بدأ يستمر؟ قالك لا ده continuous as A، بدأ يستمر واداني
تفرع بيه، واداني continuation واستمر لحد ما وصل لسي، لحد ما يوصل للإند بتاعي. تمام؟ اظن يعني سهلة جدا ان احنا بنعمل الكورس بتاعي direction بتاعي على حسب الرسمة بتاعتي او اتجاه الدم اللي قدامي. تمام؟ وبنوصف الشرايين اللي قدام شكلها عامل ازاي وراحت فين ووقفت، يا ترى حصل تفرع ولا لا. ممكن ما يحصلش تفرع، ايوه ممكن ما يحصلش تفرع، ممكن الجزء ده راح يغذي نقطه وما حصلش فيها ديفيجن خالص، فما اكتبش ديفايدنج، هكتب مثلا ان هو ديسندنج داون وورد ات ليفت سايد وخلاص، واكتب الاورجن اللي هو غذاه في الاخر خالص، هكتب ان هو الاند بتاعي ات ذا اند بوينت اتس ذا اورجنز اوف ستومك، اللي هو العضو بتاعي كان الاستومك المعده. تمام؟ طيب ريليشن، الريليشن اللي هي الارقام اللي حوالين الارتري دي، طب هي ايه؟ هقول لك كل الاعضاء او كل التيشو اللي بيعدي عليها الارتري ده، بقول الريليشن، الريليشن يعني كل الاعضاء وكل التيشوز اللي الارتري ده بيعدي عليها. تمام؟ طيب نروح للفين، نفس الكلام اللي انا قلته في الارتري هقوله على الفين، بس شوفوا بقى الاختلاف هيكون في ايه. اول حاجة انا عندي هنا الهارت، صح؟ القلب، انا بتكلم عن القلب عموما، ممكن يجي اي اورجن هيبقى نفس الكلام، مش هيتغير، مفيش حاجة تتغير، انت بتمشي مع الرسمة وبتمشي مع الاسم وبتبدأ تترجم الكلام اللي عندي ده. انا عندي الهارت، ثانية واحدة، انا بتكلم على فينز ولا على ارتري؟ لا انا بتكلم على فينز، يبقى اخد بالي من اتجاه الدم، الدم خارج من الهارت ولا رايح للهارت؟ لا رايح، صح؟ يبقى الهارت مش هو الاوريجن، الهارت بقى هو الانت. شوفوا بقى الاختلاف، الانت اللي هي النهاية اللي هيصب فيها او هيوصل فيها البلاط في الاخر خالص، دي النهاية، هو الهارت، الفين نهايته دايما الهارت. تمام؟ فانا عندي الفين هنا، هنا عندي اتجاه الدم، ده اورجن معين. تمام؟ اورجن، عضو معين. تمام كده؟ الاورجن ده طلع ويست برودكت وداها فين؟ في الفينز. الأوردة هي اللي بتاخد الويست برودكت الويسس وبتاخد الباي برودكتس وبيتوصلها للهارت. تمام كده؟ طيب يبقى هنا بقى الاوريجن، يبقى الاورجن ده هو الاوريجن، صح كده؟ يبقى الاورجن بتاعي فين؟ هقول الاورجن ده الاورجن المعين ده، تمام، اللي هو هرموز برومز A، يبقى الاورجن بتاعي A. تمام؟ and in the heart، والاند والنهايه بتاعتي الهارت، يبقى انا عرفت الاوريجن وعرفت الهارت خلاص. تمام؟ طيب ايه هي التريبيوتريز؟ ايه كلمه تريبيوتريز ديت؟ كانت مكانها ايه في الارتري؟ كان مكانها برانشز، يبقى التفرعات الصغيره اللي خارجه من الفين ما اسمهاش برانشز، لا ليها اسم تاني في الفينز في الاورده، اسمها تريبيوتريز. يبقى اسمها في الارتري التفرعات الصغيره اللي خارجه من الارتري برانشز، اللي خارجه من الفينز تريبيوتريز، يبقى دول اسمهم تريبيوتريز. تمام كده؟ طيب بعد كده هنا ايه؟ هنا بي بقى وهنا سي. حلو كده؟ طيب الدم ماشي كده، كان في هنا اورجن، يا ترى السهم هيطلع من الاورجن ولا هيدخل فيه؟ اي وريد، السهم خارج من الاورجن او التيشو، يبقى ده تيشو، السهم الدم هيخرج يروح في، يصب فين؟ يصب، كلمة يصب بالانجليش يعني درين، يصب فين؟ يصب في الفين الصغير ده اللي بسميه تريبيوتريس، يبقى التريبيوتريس هتبدأ تجمع الدم من الاورجنز اللي موجودة على طول الفين الكبير. يبقى هو تيسيتس، الدوائر اللي برسمها دي ايه؟ الدوائر ديت قلت ديت الريليشن، يبقى الريليشن اي اورجنز او اي تيشو هيبدا الفين يعدي عليها، الفين هيبدا يعدي عليها هياخد منها
الايه لو في تريبيوترس خارجه من الفين رايحه للتيشو ده او رايحه للاورجنز او الريليشنز اللي موجوده حوالين الفين، تبدا تاخد منها الويس برودكت وتبدا تاخد منها الباي برودكت والدي اوكسجينيتد بلاد اللي موجود فيها وتوديه للاند بتاعها اللي هو الهارت. تمام كده؟ يبقى الريليشن خلاص عرفناها. طيب الدم بيخرج من التيشو يصب في التريبيوترس ويتجمع في الفين الكبير. تمام كده؟ يبقى هنا تريبيوترز وهنا تريبيوترز، حصل يونيون اتحاد ما بينهم، صح كده؟ يبقى هنا هناك كان بيحصل لهم ايه؟ برانشز. كان الارتر الكبير وهو ماشي بيحصل له ديفايدنج، ينقسم ويدي لي ايه؟ برانشز. لا التريبيوترز العكس، التريبيوترز بتبدا تتجمع وتتحد مع بعضها تبقى واحد. شوف هنا واحد، هنا تريبيوترس واحد، وهنا تريبيوترس اتنين اللي هو بي وسي. بي وسي يحصل لهم يونيون يتحدوا مع بعض ويكونوا لي الفين الكبير. الفين الكبير اللي هو بيروح يصب في الهارت اسمه ايه؟ اسمه انفيريور فينا كافا. يبقى الانفيريور فينا كافا هنا خلاص بدأ يمشي، اتحدوا مع بعض، حصل لهم في النقطة دي اتحاد. التريبيوترس حصل لها اتحاد مش انقسام. يبقى خد بالي انا بتكلم على ارتري ولا فين، لان ممكن الدنيا تتلخبط خالص. اتجاه الدم رايح بدا يبقى سينوس او لارج فين. اللارج فين اللي رايح للهارت بسميه انفيريور فينا كافا. تمام؟ وبعد كده اند ان ذا هارت او درين انتو ذا هارت. طيب تعالوا بقى الخص لكم الكورس. الكورس بتبقى هنا، هنا الكتابة بقى. يبقى انا عندي التريبيوترس كانت A، كانت B، وكانت C، صح كده؟ وكان الاورجين بتاعي هو A، وكان الاند بتاعي هو الهارت. تمام كده؟ طب الريليشن قلت كل الاورجنز اللي موجودة surrounding او on the sides of the veins or artery. الريليشنز مش تختلف. طيب بعد كده الكورس. الكورس بقى زي ما انا قلت لك، شوف السهم وشوف الدم بتاعك. اول حاجه هبدا من الاورجين طبعا، صح؟ طيب الاورجين خلاص، يبقى انا هقول the blood upward، هيطلع لاعلى صح ولا لا؟ upward from the organ A، بين قوسين A، يبقى طلع من A. بعد كده and the blood drain into the tributaries. يعني ايه؟ الدم بدأ يتجمع ويصب فيه التريبيوترس، التفرعات الصغيرة بتاعت الفين. بعد كده C and B اللي هما two tributaries، كانوا تفرعين ولا اكثر؟ لا كانوا تفرعين بس، يبقى two tributaries اللي هما C و ال B هيحصل لهم ايه؟ ديفايدنج. لا هو ارتري عشان يحصل له ديفايدنج. لا ده هنا بيحصل لهم حاجه تانية اسمها يونيون، هيتحدوا. تمام؟ يونيون اند فور ذا لارج فين بين قوسين اللي هو اي ان سي اللي هو الانفيريور فينا كافا، اي في سي انفيريور فينا كافا which drain into the heart اللي هيصب في الاخر خالص في الهارت اللي هو الانت عندي. سهله، الجزء ده مهم جدا. عايزين نعرف بقى الانواع بتاعت البلد.
ايه هي types of the blood، انواع البلد، هو الدم اللي انواع. طبعا انا عندي نوعين، انا عندي حاجة اسمها oxygen rich blood و oxygen poor blood. ايه الفرق ما بينهم؟ rich يعني غني و poor يعني فقير، صح؟ طيب انا عندي دم غني بالاكسجين، في دم غني بالاكسجين، طيب وفي دم الاكسجين اللي موجود فيه قليل او موجود فيه ثاني اكسيد الكربون. يبقى انا عندي الاكسجين ريتش بلاد، ده اللي هو غني بالاكسجين، انترز ذا هارت فروم ذا لانجز، بيدخل القلب، بيبقى جاي منين؟ من اللانجز، محمل بايه؟ بالاكسجين، تمام. and it goes out to the body، ويبدأ ينتشر جوه الجسم، تمام، عشان يغذيه ويديله الاكسجين اللي هو محتاجه في الميتابوليزم وكل البيولوجيكال بروسيس. طيب الاكسجين بور بلاد اللي بيجي منين؟ قالك ان هو برضو بيدخل جوه الهارت. ازاي؟ يبقى الاثنين دخولهم فين؟ دخولهم في الهارت، بس الاكسجين ريتش بلاد جاي من اللانكس من الرئتين، اما الاكسجين بور بلاد جاي من البادي، هو ده المخلفات بتاعت كل التيشو والاورجنز اللي موجوده في الجسم، بتبدا تخرج ثاني اكسيد الكربون، فبيبقى مستوى الاكسجين اللي رايح في الدم ده قليل، تمام، او محمل بثاني اكسيد الكربون، فبسميه اكسجين بور بلاد، بس بيروح فين؟ في الهارت برضو. طيب بس بيكون جاي من البادي، يبقى هنا جاي من اللانج، هنا جاي من البادي، اند جوز اوت تو ذا لانجز، وبيروح فين؟ بيروح للرئتين. يبقى ده بيجي الرئتين يروح للقلب، وبعد كده يروح للبادي، ده العكس، بيروح للهارت بس بيكون جاي منين؟ من البادي، ويروح لللانجز عشان يحصل عملية الفلتريشن ويحمل تاني بالاكسجين، وهكذا. دي سيركت، دايرة اللي انا بلف فيها. طيب factors aiding venous blood returns، ازاي؟ يعني ايه هي العوامل اللي بتساعد ان الفينوس بلود ريتيرن يرجع تاني؟ انا عندي respiratory وعندي الماسكولار بومب، عندي حاجتين بيساعدوا ان الفينوس، الدم اللي هو الوريدي ده اللي هو يعني البور بلود اللي الاكسجين فيه نسبته قليله، يرجع تاني عن طريق حاجتين، يا اما respiratory عمليه التنفس، يا اما الماسكولار بومب عن طريق العضلات. ايه ده؟ ايه الفرق ما بينهم؟ اول حاجه الريسبيراتوري بامب بيقول البريشر تشينجز كرييتد ديورينج ذا بريزنج ساك بلاد تورد ذا هارت باي سكويزنج لوكال فينز. ازاي بقى؟ قال ان انا عندي عمليه الفرق بين الضغوط، ده بتخلق عن طريق التنفس، انا باخد شهيق وزفير، صح كده، بيبدا الدم يحصل له ايه؟ امتصاص ناحيه القلب، تمام، وده عن طريق السكويزنج بتاع اللوكال فينز اللي هو بيحصل ضغط على الاورده. طيب انا عندي الماسكولار بومب قال لك كونتراكشن اوف سكيليتال ماسل، انا عندي السكيليتال ماسلز اللي هي العضلات الهيكليه اللي هي الاسترييتد ديت، بتعمل ايه؟ بتعمل بوشنج، بتعمل دفع للبلاد توورد ذا هارت، بتدفع الدم من ناحيه الهارت، تمام. طبعا الفالفز، في فالفز موجوده، الفالفز ديت هي اللي بتعمل بريفنت باك فلو، بتمنع رجوع الدم مره تانية، يبقى الصمامات الموجوده بتمنع رجوع الدم مره تانية. اما السكيليتال ماسلز فلها دور اساسي ان هي تعمل بامبنج للبلاد عشان تدفعه ناحيه الهارت وتبدا عمليه التغذيه، تمام.